النجاح والسعادة في عالم صناعة الأزياء. استفتاء لمجلة فوغ بيزنس يكشف ما خلف الستار. معادلة الحفاظ على مستوى النجاح مع البقاء سعيدا قد تكون صعبة في صناعة مهوسة على المظهر. بالفعل السهر المتأخر، ساعة العمل الطويلة والأجور المحدودة والإرهاق الناجم عن السفر المستمر هي خلاصة تجارب أكثر من 600 محترف في عالم الأزياء شاركوا بالاستطلاع. ظروف ضغوط مماثلة ربما عايشها ضيفنا المصمم العالمي عبد محفوظ الذي ترك بصمته في صناعة تنافسية وعمل مع كبار مشاهير الفن والسينما واجبت أزياؤه هذا العالم. من بيروت ينضم إلينا المصمم العالمي عبد محفوظ. يسعد صباحك. هلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. يعني أكيد متحمسين نتكلم عن الكوليكشن الجديد والإبداع والحاجات الحلوة اللي دائما تتحفنا بها، ولكن بداية خلينا نستند على هذه الدراسة. يعني هل أصبحت اليوم صناعة الموضة خلينا نقول عجوز مرهقة أو من الطراز القديم لم تواكب خلينا نقول العمل اليوم وساعات العمل اليوم، ما زالت محتفظة بالمدرسة القديمة؟ أكيد أكيد ما في شك أنه الشغل بالموضة وخاصة للتعمل إنجازات قوية بعالم الموضة في إرهاق، في تعب، في ساعات عمل متأخرة بتكون بالليل أكثر من النهار. دائما بنلجأ لإلها، أو أنا بالذات بشتغل بالليل أكثر من النهار لسبب بكون عندي كثير رواق، وبسبب بكون عندي تقريبا فوت بالمود يلي هو لازم أنا أطلع فيها الأفكار. بكون في إرهاق طبعا، لأنه فعلا حتى تطلعي دائما الأشياء الحلوة وتقدميها للناس ما بتكون سهلة، يعني بقى مشان هيك في إرهاق طبعا. عبد، شو رأيك بمن يقول اليوم أنه مصممي الجيل الحالي بدأوا يستسهلون كل ما هو مختلف أصبح موضتهم، لا يبحثون كما تبحثون أنتم والجيل اللي سبقكم عن الماتيريال أو المادة الخام وعن الشكل وعن كل ما هو جديد وأنيق؟ صحيح صحيح، اليوم الجيل الجديد أكيد صار كل شيء هين عنده، لأنه صارت السوشيال ميديا بإيده كتير سهلة، وبأي طريق اللي كان بيقدر يلاقي اللي بده إياه. بس نحن لا، نحن بعدنا جيل اللي بدنا نقول خلينا نقول الأول، نتبع الأشياء بتفاصيلها. نحن منروح على تطور الموضة عبر الزمن، منروح على الفبارك، منروح على المعارض، منشوف الأقمشة، منقدم دائما الأحسن والأفضل. طيب. كنوعية ليعطي اللوك الحلو. خليني أسألك بأنه هذا من الممكن يأثر على عالم الموضة والتصميم، من الممكن أنه يقضي على الإبداع عندكم، أو هذه الصناعة تنتهي أو على الأقل تتقلص؟ لا لا، بالعكس بالعكس، يعني أنا بشوف كل جيل له طبعه، يعني له طريقته، خاصة عم نحكي على الديزاينر اللي عندنا اليوم. الجيل الجديد عم بيتبع الاشياء، ما بيكون في عنده اساس ولا عنده قاعده لهذا الموضوع، عم بيلحق الاشياء اللي هي سهله وكثير بطريقه سريعه، وشغلات ما عم بتكون بعض المرات متناسقه، ويعني بدي اقول عم بتكون شوي مخربطه الامور يعني. بس اكيد اليوم لما هو عم بيقدم الكوليكسيون عم بيكون هو بطريقه ما عم بيلعب عليها بطريقه الفوتوشوب وسغريات مثل هاي. هذه المدرسه الكلاسيكيه كديزاينر عم نشوف هذه الاشياء فيها. ولكن خليني ضروري اسالك عن ثوره الذكاء الاصطناعي اليوم اللي اصبحت داخله في كل شيء، فما بالك في صناعه الموضه؟ هل تتوقع انه راح يموت الابداع بوجود الذكاء الاصطناعي اللي اصبح موجود حتى في صناعه الموضه اليوم؟ قول جديد اللي عندك. لا ابدا أبداً. مش راح يقضي على المبدعين خلينا نقول اللي زيك أستاذ عبد. أكيد
لا هذا الابداع، هذا الابداع، الابداع بيجي للانسان من رب العالمين. يعني بتصور اكيد لو كان في ذكاء اصطناعي مثل ما فضلت حضرتك، بس ما بيقضي ابدا على الابداع. أكيد. لازم يكون في ابداع، لازم يكون في شعور، لازم يكون في احساس، لازم يكون انت عم تعمل الاشياء لحتى تطلع. صحيح صحيح اكيد. الكوليكشن الجديد، يعني انا من اول متحمسه اني اوصل لهذه النقطه حتى نعرف ما هو جديد عبد محفوظ. هلا قدمنا نحن الكوليكسيون لل 2024 اللي هو الاعراس، كان له طبعا كونسبت معين، صار في مثل فوتوشوت عملناه ببيروت بلبنان بالاحرى. تقريبا ب 18 او 20 فستان عرس، وان شاء الله قريبا عندنا كوليكسيون سواري رح نقدمه الشهر الجاي ان شاء الله. رائع، 30 سهره. رائع رائع جدا، يعني انا اتمنى البس من عبد محفوظ في يوم من الايام. شكرا الفنان والمصمم العالمي عبد محفوظ، شكرا على هذه المعلومات، شكرا لوجودك معنا مرسي اليوم. مرسي. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.